بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ومرحبا بكم مجددا عبر هذا اللقاء 27 والذي يبث مباشرة من وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر مارس لسنة 2020. نقف في هذا اللقاء حول أبرز المستجدات فيما يخص فيروس كورونا أو الفيروس التاجي سارس كوف 2 والمسبب لمرض كوفيد 19، وحول آخر التطورات والمستجدات المتعلقة به. وفقاً للتقارير العالمية، فقد تجاوز عدد الحالات الإصابة بالفيروس 723 ألف حالة حول العالم وأقليمياً، ووفقاً لآخر إحصائية في مساء الأمس، فقد بلغ مجموع الحالات التي تأكد إصابتها بالمرض 49,748 حالة في إقليم شرق المتوسط والذي يضم 22 دولة من ضمنهم دولة الكويت. بالمقابل بلغت حالات الشفاء في دول الإقليم نفسه قرابة 15,000 حالة. أما عالميا فقد جاوزت عدد الحالات التي أعلن شفاؤها 151,000 حالة. ما زالت وتيرة الإصابات متسارعة حول العالم، وهذا التسارع بدا جليا على مجموع الإصابات العالمية، فاستغرق الأمر 67 يوما لتسجيل أول 100,000 حالة حول العالم، والـ100,000 الثانية لم تستغرق سوى 11 يوم، والـ100,000 الثالثة استغرقت 4 أيام، في حين الـ100,000 الرابعة استغرقت يومين فقط. فيما يخص تطور الوضع الصحي للحالات في دولة الكويت، فقد بلغ إجمالي حالات الشفاء 73 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بفيروس كورونا سارس كوف 2 والمسبب لمرض كوفيد 19. فقد أعلن معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في صباح هذا اليوم عن شفاء مواطنة تبلغ من العمر 82 سنة، نسأل الله أن يتمم عليها الشفاء ولسائر المرضى. أما بخصوص حالات الإصابات الجديدة والتي جرى تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية، فقد تأكدت إصابة عدد 23 حالة ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية، 8 حالات مرتبطة بالسفر، 3 حالات منها مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، حالتين مرتبطتين بالسفر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، 3 حالات مرتبطة بالسفر لفرنسا، علما بأنه جميع الحالات الثمانية السابقة لمواطنين كويتيين وهم تحت الحجر الصحي المؤسسي. كما جرى رصد 14 حالة مخالطة، 3 حالات لمواطنين كويتيين مخالطين لحالات مرتبطة بالسفر لفرنسا والمملكة العربية السعودية، 3 حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر لأذربيجان، وهم الثلاثة تحت الحجر الصحي المؤسسي، 3 حالات من الجنسية الهندية كذلك مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر للمملكة الأردنية الهاشمية، 4 حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات تحت التقصي الوبائي، حالة من الجنسية البنغلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي. كما ثبتت إصابة حالة واحدة وهي لمقيم من الجنسية البنغلاديشية وهي قيد التقصي الوبائي، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت حتى الآن إلى 289 حالة. وعند استثناء الحالات التي أعلن شفاؤها والتي بلغ عددها 73 حالة،
يصبح عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا كوفيد-19 216 حالة. أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 13 حالة، 10 حالات منها مستقرة وثلاث حالات حرجة، نسأل الله لهم الشفاء جميعا. رسالة موجهة إلى إخواننا المواطنين الذين قدموا خلال الأيام القليلة الماضية من الخارج عبر رحلات الإجلاء والتي تكفلت بها الدولة مشكورة عبر أجهزتها وطواقمها المعنية المختلفة. الحمد لله على سلامتكم جميعا، وليعلم الجميع أن تطبيق الإجراء الوقائي والمتمثل بالحجر الصحي المؤسسي هو حفاظا على صحتكم وصحة أقرب الناس إليكم، والذي سوف ينصب في نهاية المطاف في مصلحة المجتمع والأمن الصحي للبلاد، كما أنه ومن الضروري مراعاة عدم الاختلاط مع الآخرين حتى في ظل تطبيق الحجر الصحي، ويمكن تعويض ذلك بالتواصل الاجتماعي عبر التكنولوجيا الحديثة ووسائلها المختلفة. ومن المهم جدا اتباع العادات الصحية في التغذية، بالإضافة إلى المحافظة على ساعات كافية من النوم ليلا، وممارسة الرياضة بمعدل 30 دقيقة للكبار وما لا يقل عن ساعة زمنية للأطفال، ومراعاة جانب الصحة النفسية لا سيما لكبار السن وللأطفال كذلك. كما ندعوكم لاستقاء المعلومات الطبية والإخبارية من المصادر الرسمية الموثقة، وعدم الالتفات إلى الأخبار التي تتداول وتكون غير معلومة المصدر. نسأل الله السلامة والشفاء للجميع، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.